بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، نتواصل أعزائي المشاهدين في هذه الأشواط، والآن الشوط الخامس والمركز الأول اللي هو البازل علي بن جابر بن حسين البريدي على المركز الأول، صاحب الحاشر الذي جاء في المركز الثاني في الشوط الرئيسي. عموما المركز الثاني اللي هو شاهين السعيد بن علي أبو شهاب على المركز الثاني، أبو شارب عفوا أعزائي المتابعين، أبو شارب في المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث، وهناك صغان العلي بن سالم بن سنيد الدعية على المركز الثالث. خلونا أعزائي المتابعين مع الباز المملوك للسيد علي بن جابر بن حسين البريدي المري. الله يا الباز، الباز أعزائي المتابعين، الخمسمية متر الأخيرة. والمركز الثاني اللي هو برزان الغانم بن حمد بن شينان الهاجري على المركز الثاني. المركز الثالث اللي هو صوغان العلي بن سالم بن سنيد الدعية. وخلونا مع الباز عند الأمتار الأخيرة، 300 متر الأخيرة. الله الباز، يا سلام يا سلام، شعار الإنجازات، شعار البطولات، شعار الطامي، شعار حاشور، شعار الحاشر. الله الباز أعزائي المتابعين يسجل اسمه على هذا الشعار، ويسجل اسمه هنا أعزائي المتابعين في جوهرة الميادين، ميدان الشحانية. تهانينا والناموس. إذن أعزائي المتابعين، الباز علي بن جابر بن حسين البريدي يحقق هذا الإنجاز. تهانينا والناموس. إذن مشاهدين الكرام، الشوط الخامس قعدان حصد عليه الباز العلي بن جابر بن حسين البريدي المركز الثاني، اللي هو صوغان العلي بن سالم بن دعية المركز الثالث، اللي هو برزان الغانم بن حمد بن شينان الهاجري